برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وبحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا للنادي، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 21 لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وكؤوس أنجاله الكرام سمو الشيخ شيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد الخليفة بجانب كأسي الصخير والرؤية الاقتصادية 2030 في ختام سباقات بطولة البحرين الدولية الأولى لسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو شركة بتلكو الراعي للسباق الختامي لبطولة البحرين الدولية للخيل وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وقد أناب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة لتتويج الفائزين بكأسي سموه، حيث قدم كأس الشوط السابع إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، وكأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة، فيما أناب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة لتتويج الفائزين بكؤوس أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، حيث قدم كأس الشوط الأول إلى عبد الله فوزي ناس، وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الثالث إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز حسن مفرح العجمي. كما قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين بكأسي الشوطين الدوليين 9 و10، هذا وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة اعتزازه وحرصه على ترجمة التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الفارس الأول والداعم الأكبر للفروسية في المملكة بضرورة الاهتمام ودعم مختلف رياضات الفروسية والخيل في المملكة بما يساهم في المحافظة على مكانتها الأصلية في تاريخ مملكة البحرين والعمل على تطويرها نحو أفضل المستويات، مشيرا سموه إلى حرصه على دعم الجهود والخطوات التطويرية التي يقوم بها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة الرئيس الفخري للنادي سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة ورئيس الهيئة العليا للنادي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة، وذلك للارتقاء برياضة سباق الخيل في المملكة وانعكاساتها الإيجابية على ارتفاع مستوى السباقات المحلية من خلال اهتمام الملاك بجلب جياد ذات مستويات عالية ونخبة من الفرسان العالميين والمحترفين، وكذلك تحقيق عدد من الملاك انتصارات مميزة خلال مشاركاتهم الخارجية. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود المبذولة من نادي راشد للفروسية والتي ساهمت في النجاح التنظيمي لسباق الخيل الذي أقيم على كؤوس سموه وكؤوس أنجاله الكرام، ومشيدا سموه بالتنظيم والنجاح المتميز لختام سباقات بطولة البحرين الدولية الأولى لسباق الخيل، ليضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها نادي راشد في تنظيم سباقات الخيل الدولية والمكاسب العديدة التي تحققها استضافة مثل هذه البطولات الدولية بما يعكس الصورة النموذجية المشرفة لمملكة البحرين وقدرتها على تنظيم مختلف البطولات الرياضية الدولية بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة على خريطة الرياضة العالمية. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود التي بذلها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل للإعداد والتنظيم لهذا السباق، وكذلك بالمشاركة المتميزة من مختلف الإسطبلات المشاركة في منافسات أشواط السباق والمستويات العالية والمنافسات القوية للمشاركين والتي عكست تطور مستوى رياضة سباق الخيل واهتمام وجهود ملاك الخيل والاستعدادات الكبيرة للإسطبلات المختلفة، معربا عن تهاني سموه وأنجاله الكرام لجميع الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بكؤوس السباق. هذا وقد شهد السباق ختام سلسلة أشواط سباقات بطولة البحرين الدولية الأولى لسباق الخيل والتي اشتملت على 10 أشواط متفرقة. Thank you.
الله.